السادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابي أبي عبد الله الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته الأطهار، مع تعدد وتنوع الفعاليات المرتبطة بواقعة الطف تغير شكل ومضمون القصيدة الرثائية حتى سميت بأسماء الفعاليات نفسها كالقصيدة المنبرية والموكبية والإنشادية أو المسرحية كقصائد الأوبريت وما إلى ذلك. البعض لا يميل لهذا التضييق في المسميات ويفضل المسمى الحقيقي في لغة الشعر وهو القصيدة الرثائية، والبعض الآخر لا يرى إشكال في تضييق المسمى من أجل التفريق بينهم، ليس إلا مع الاحتفاظ بإدراجهم تحت مظلة الشعر الرثائي. وتجاوزا هنا سنناقش القصيدة الرثائية المكتوبة للموكب تحديدا تحت مسمى القصيدة الموكبية، مع احترامنا الشديد لوجهتي النظر في المسميات. من خلال تتبع القصيدة الموكبية نرى بأنها متغيرة دائما من حيث الشكل والمضمون. فمن حيث المضمون نراها تتأقلم مع الوضع العام لثقافة الزمان المكتوبة فيه كإقحام البعد السياسي فيها في حقبة ما وانحساره في حقب أخرى. ومن حيث الشكل فإن القصيدة مرت بعدة مراحل لتتواءم مع الشكل العام للموكب، فالقصيدة الملقاة في المأتم تختلف عن قصيدة المسيرات الموكبية، والتي بدورها أيضا تختلف عن قصيدة الموكب ذو الطابع العسكري، وذلك من حيث تعدد الأوزان والألحان. كل ذلك سنناقشه في حلقة اليوم مع شاعرين لامعين في مجال القصيدة الرثائية كانت لهم إسهاماتهم الجمة في خدمة أهل البيت عليهم السلام. لقد عاصر ضيفا هذه الحلقة الكثير من هذه التحولات، ولهذا نحن اليوم نقف معهم لننهل من معينهم العذب أو من معينهم العذب. رحبوا معي بالشاعر الكبير فضيلة الشيخ مجيد التوبلاني والشاعر المخضرم الأستاذ كريم رضي. أهلا وسهلا بكما. أهلا وسهلا. نبدأ اللقاء مع فضيلة الشيخ أبا حسين. بإيجاز حدثنا عن بداياتك مع الشعر بشكل عام ومع القصيدة الموكبية بشكل خاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، السلام عليك وعلى ملائكة الله الحافين بقبرك الشريف. واقعا أنا لا أميل كثيرا للحديث عن تجربتي الخاصة، ربما لا يهتم المستمع بتجربة التجارب الخاصة، ولكن من باب أنه قد تكون هناك تجارب مشابهة لبعض الفتية لبعض الناشئين يمكن أن يستفيد من هذا من هذه التجربة. بدايتي مع الشعر أبو مجتبى بداية قديمة، نعم، يعني أقدر أقول لك منذ نعومة الأظفار، منذ الفترة اللي أنا سميها فترة الابتدائية، مرحلة الابتدائية. جميل.
كنت في الصف الثالث الابتدائي، في الصف الرابع الابتدائي، أكثر ما أتردد عليه في مدرسة توبلي المكتبة. وأتذكر موقعها إلى الآن، والكتب اللي أتناولها وآخذها كانت معظمها كتب أدبية شعرية. وللعلم ما كنت في الفصحى إلا أنا في المكتبة، ما كان هناك أحد عنده يمكن هاجس هذا الجانب. فبدأت أقرأ، بداياتي كانت قراءات، ومن خلال القراءة بدأت أتشبع ببعض الفنيات في كتابة الشعر. بدأت فعليا في كتابة الشعر يمكن في الصف الخامس أو السادس الابتدائي، وكان آنذاك الفترة فترة استشهاد السيد محمد باقر الصدر، يمكن المناسبة الفارقة اللي بدأت بالفعل أكتب فيها على كقصيدة وليست مثل خواطر أو أبيات مبعثرة. ثم بدأت أمارس عملية الكتابة، تمرست أكثر في المرحلة الإعدادية، بدأت أكتب، شاركت في طابور الصباح بشعر، شاركت في بعض المسابقات، في الاحتفالات الداخلية اللي نسويها في الصف كانت لازم لي قصيدة فيها. يعني إلى المرحلة الثانية في أول ثانوي تقريبا، لا بدأت يعني أكتب بصورة مسهبة، وطلعت لي في ذيك الفترة قصائد مثل يا علي ينقم هذه الدنيا، كذا 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 قصيدة طلعت في هالفترة. واستمريت في الكتابة، وإن شاء الله نوفق فيما يأتي من الأيام إن شاء الله والأعمال. أحسنت أحسنت. نحيل سؤالنا التقليدي للشاعر العزيز أبو قاسم، كيف كانت بدايتك مع الشعر ومع القصيدة الموكبية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الغر الميامين، مأجورين جميعا إن شاء الله بهذه المناسبة العظيمة قادمة إن شاء الله قريبا. طبعا في البداية أنا يتهيأ لي أن البدايات دائما تكون مع الإيقاع قبل أن تكون مع الكلمات. يعني أول ما يبتدي الإنسان يحس روحه بميل إلى الشعر يكون ميل إلى تقليد الإيقاع دون أن يدرك حتى أن هذا شعر أو لا. يعني يعني ولذلك أنا والدتي الله يرحمها تقول إخواني أن كنت أنا أردد مقاطع، يعني ما لها معنى، مقاطع يعني بسيطة لكن تأخذ نمط مثلا للفائزيات اللي قرأها مثلا على طريقة المقاطية أو الفائزيات. لكن بالنسبة للكتابة أنا في الحقيقة ما بدأت أكتب شعر إلا من بعد ما تركت المدرسة، يعني يمكن منتصف الثمانينيات. يعني لما كنت أنا طبعا ترى خلصت المدرسة، أنا طلعت طبعا من ثاني ثانوي ما كملت في 1978، لكن أول ما بدأت أكتب بشكل عام يعني سواء الشعر العام أو الشعر حتى الموكبي كان أتكلم عن منتصف الثمانينيات. الفترة هذه بدأت يعني أنشر وأيضا أتعامل مع بعض المنشدين الرواديد وكذا، علاوة على الأشياء اللي أنا نفسي أديتها يعني. جميل جميل، أحسنت. فضيلة الشيخ، عاصرتم تحولات القصيدة الموكبية من حيث الشكل والمضمون، ما هو تقييمك لهذه التجربة؟ والله الحديث ذو شجون، شجون كثيرة يعني. نعم. متفرع في هالجانب. نعم. يعني فاسمح لي أبسط بعض الشيء في هذا المجال. على حسب الأشياء اللي إحنا عاصرناها. نعم. طبعا القصيدة الموكبية في البحرين ما كانت في قصيدة، يعني على جيل آبائنا ما كانت في قصيدة مرسومة. نعم. كقصيدة موكب. يعني أتذكر إحنا من جلساتنا مع حجي خليل جدي الله يرحمه، كان هو رادود في ذيك الفترة حسب ما هو يذكرها، إحنا ما لحقنا على هالفترة. يعني كان الموكب يخرج يمكن ببيت واحد مستهل، وكان موكب وأبيات بسيطة جدا، يعني مثل ما إحنا نقول مأجور يا زهرة، مأجور يا حيدر علي، بس هذا يمكن يقضي لي ربع الموكب نص الموكب في هذه. نعم. كانت أبيات عادية، أبيات ارتجالية، ما كان يقعد يكتب، وإنما كانت في بعضها ترتجل يعني على حسب وضع الموكب. يعني إحنا في جيلنا سمعنا بعض الشيلات عندنا
إذا وصل الماء المأتم وصلنا مأتم الحسين بس شيلة دي ويصير اللطم عليها ويصير التحليق. نعم. فكانت عملية ارتجالية. نعم. بعد الفترة هذه مع الانفتاح شوي بدأت القصيدة العراقية تتسلل إلى البحرين في المواكب البحرينية، وأصبحنا نسمع يا حسين بضمايرنا وأيام أيام هذه الدنيا أيام. نعم. كلها قصائد احنا اخذناها من الخارج جبناها. نعم. فنجيبها بادائها وكان الرواديد يشيلونها. مع منع الموكب العراقي عن الخروج وكذا والازمه السياسيه اللي صارت في العراق هني حصلت انفراجه الى الموكب البحراني، بدات الرواديد يطلعون الحان جديده، بدات مساله الالحان، بدا ايضا مساله الكتابه المنظمه، وكانت هناك يعني وين كانت في بعض أبياتها بسيطة جدا، يعني كانت الفقرة يمكن بيتين، أنا لحقت على هالفترة وكتبت كل فقرة بيتين زين، وكسر إلى المستهل. هاي بدأت كبدايات، لكن أنا أقول الفترة الذهبية اللي مرت بها الموكب البحراني حسب اللي احنا عايشنا هي نهاية الثمانينات إلى نهاية التسعينات. هذه فترة واقعا ظهر فيها الفن الأدبي البحراني على أصوله من حيث الشكل ومن حيث المضمون، طرحت مفاهيم كثيرة طرحت، وإلى أعتقد إلى اليوم هناك من القصائد الموجودة في تلك الحقبة إلى اليوم بعد الناس تسمعها وبعد الناس ترجع إليها. نعم. كثير من القصائد أنا ما أريد لحد لا أشير لأن الحافظ قصائدي زين، فكثير من الناس يلجؤون إليها ويحبون يسمعونها على أساس أنها كانت بالفعل تحول يعني كبير. الآونة الأخيرة اللي وصلنا من بداية الألفية الثانية إلى اليوم لا بأس، هناك تجارب، هناك مدارس أدبية طلعت، هناك كتابات، ولكن أنا أحس بأن في كثير من هذه التجارب ما كان هناك وضوح لا في المعنى ولا حتى وضوح في ماذا يريد الكاتب أن يقول للناس. دخل بعض الأخوة في الشعر، دخلوا في الرمزية في بعض الأحيان، وهذا ما يناسب المواكب الجماهيرية مثل موكب الإمام الحسين، يعني أنا أستغرق في مسألة الرمزية. دخلت الكثير من الأمور، يمكن احنا في عام 2009 طلعنا بيان حذرنا فيه من انسياق القصيدة الحسينية عن مسراها الصحيح. نعم. بحيث تفقد رونقها وتفقد أدبيتها وتفقد عطائها، وهذا بالفعل اللي صار. حتى بعض الرواديد في ذيك الفترة زعلوا، انت تقصدنا وانت كذا، لأنهم كانوا أرباب في هذه المدرسة وأصحاب هذه المدرسة. لكن في الآونة الأخيرة من قبل سنة سنتين بدأنا نسمع أن نفس هؤلاء الرواديد نازلوا عن هالجانب وقالوا بأن الموكب البحراني أصبح موكب في إسفاف من البطء في اللطمة في كذا، حتى اللطمة تطورت وطيرت. فلذلك إحنا يعني ما يرجى هو أن يبقى الموكب على أصالته على تقليديته. يعني أنا اللي أقوله بأن الموكب ما نقول بأنه مدارس، الموكب بأكمله موكب واحد ينبغي أن يكون يؤدي رسالة مثل ما أداها في عصر الإمام المعصوم مثل ما يؤديها اليوم. وأفرق كثير، هذه آخر نقطة حتى لا أطيل، بين القصيدة المقروءة والقصيدة المسموعة. إحنا اليوم نسمع قصائد، ولكن حينما أجي تخليها تبى تقرأها ما تستطيع قراءتها، لأن مو جاية على وزن أبحر صحيحة ولا جاية على أوزان صحيحة، وبالتالي ما تخلد مثل هذه القصائد. فأتمنى واقعا أن يعود القصيدة الحسينية رونقها وقوتها. حسنت يا أبو علي. أبا قاسم، رأيناك في القصيدة الموكبية بعدة أوجه، فأحيانا تكون الثوري المندفع، وأحيانا المفكر الهادئ، وأحيانا الراثي الثاكل، كيف استطعت جمع كل هذا الخليط إن صح التعبير؟ أنا يمكن يعني ما أقدر أقول يعني كيف أنت جمعت بين كل هذه الأمور، لأن قد تجي هذه الأمور أحياناً يعني مع الجو اللي تعيشه مع التجربة. نعم. والتجربة يعني مثلاً
الفترة هذه خلينا نتكلم من منتصف الثمانينيات، ثم بعدين جت فترة التسعينيات الملتهبة يعني. نعم. يعني حسيت إن لازم أكون جزء من هذا الوضع يعني، وحسيت إن القصيدة خصوصاً إن قصيدة الموكب هي قصيدة جماهيرية، وأيامها أنا كنت حتى في الشعر الآخر غير الشعر أيضاً الموكبي كنت أؤمن كثيراً بالشعر الجماهيري أكثر من الشعر يعني الرمزي أو كذي. نعم. طبعاً الحين تغيرت نصف يعني. كنت مؤمن بهذا الشيء، ولذلك يعني صرت جزء من هذا الوضع. فيما بعد يعني صارت بالفعل عندي عودة، مع أن أنا بداياتي كانت أيضا رثائية. أنا أول قصيدة كتبتها ونفس الوقت شلتها كانت يا ابني عبد الله يا غالي، وكانت رثائية بحتة يعني. فيما بعد يعني وهذا طبعا مرتبط أيضا بالوضع العام، لأن الوضع العام يعني يصير دائما رثاء سياسة رثاء، إذا لو تلاحظ صار كذي يعني. نعم. فصار عندي ولع أكثر بالحزن يعني، وصرت حتى يعني واجد يعني ما أرجع لبعض قصائد السابقة أحس أنها واجد كانت مبالغ فيها في الموضوع يعني. يعني من فترة الشباب مطرشين للقصيدة شلتها في المدينة يعني على بيو، لا قصيدة مش موشة، قصيدة أنا آمنت بحرية. نعم نعم نعم. فقاعد أطالعها يعني، طبعا أشوف التجاوب وأحس الوضع يعني مختلف طبعا، لكن إذا أنظر لها الحين بنظرة الحالية أحس إني يعني كان واجد رحت بعيد، كان لازم أسوي نوع من المزج يعني. نعم. ففيما بعد طبعا استفدت الحقيقة من بعض النصائح، من خصوصا نصائح اخوي استاذ رضا في بعض المشاركات. اتذكر لما كنت اكتب له كان دائما يقول ليش ما تكون مثلا الموضوع السياسي مندمج في الرثائي، مو كانه منفصل عنه يعني. نعم نعم. يعني في نفس الفقرة، بل حتى في نفس البيت نفسه يعني. هو واجد بهذه النصيحة روانها، ممكن هو قالها يمكن نساها حتى يعني، بس فعلا النصيحة دي خلتني شوي يعني أعيد النظر، وصرت حتى بعد الحين لما أكون عندي حنين جارف لموضوع السياسة، خاصة في الموضوع المحلي، الموضوع الفلسطيني، موضوع يعني أي موضوع، أو حتى في الموضوع حتى العالمي يعني، موضوع البؤس الناس. نعم. الفقر، الحاجة، الألم يعني، أحاول يعني يكون ممزوج ويا الرثاء، أو يكون رثاء بحت يعني. نعم. يعني بس يعني صعب ان الواحد يقول ليش كذي، ممكن ما تقدر تجاوب على هذه الامور يعني. انت فقط انت شفت هذا الوضع وهذا التيار ودخلت في هذا البحر يعني. نعم نعم. احسنت المقاصد. نرجع اليك فضيلة الشيخ، هل لديك مقاييس ادبية معينة للقصيدة الموكبية، وايهما كان الانضج برايك، قصيدة هذه الحقبة أم قصيدة حقبة الثمانينات؟ طبعا من الصعب جدا أن تضع الموكب في قوالب. نعم. هناك أمور متغيرة وفي أمور ثابتة في الموكب، وبالتالي ما تستطيع أن تخلق قالب معين أو معيار معين إلى القصيدة الموكبية، بس في أشياء بوجه عام يعني أمور يتفق عليها الجميع. نعم. يعني القصيدة الموكبية يجب أن تكون هادفة، فيها نوع من الهادفية إلى الناس، توصل شيء إلى الناس، قد يكون هدف معرفي وجداني وما إلى ذلك. قصيدة الموكبية مرتبطة بأهل البيت، نابعة من أفكارهم، من رؤاهم، من مبادئهم. القصيدة الموكبية تدخل في قلوب الناس، ينبغي أن تكون كذلك. هذه أمور عامة. نعم. زين، فيما يتعلق بناحية المضمون، مضمون القصائد، أتذكر أنا في لقاء من اللقاءات يعني قالوا لي مثلا ما هي الموضوعات اللي المفروض أن يتناولها في الشعر الحسيني بالإضافة إلى الرثاء كأمر ثابت يعني. فهل من المستحذى أن تطرح قضايا اجتماعية، هل المستحذى أن تطرح قضايا سياسية، وصار في جدال وسجال فيما سبق حول هالناحية. حتى واحد قال لي إن أنت من أول من طرحت هذه القضايا وكذا، قلت لي لا أنا مو أول من طرح، أول من طرح قضايا سياسية وغيرها في الموكب
هو دعبل بن علي الخزاعي. أحسن. حينما تراجع تائية تجد أنها مفعمة بواقع سياسي كان يعيشه الأئمة وشيعة أهل البيت وما إلى ذلك، مو أنا اللي وضعته يعني. فالنماذج دعوتنا عدة من فترة بعض الندوة، النماذج اللي ألقيت على مسامع المعصومين كأنما أقرت من الإمام المعصوم. ينبغي أن إحنا نعايش هذه أيضا، يعني عندنا قصائد مثل قصيدة دعبل بن علي الخزاعي، الإمام الرضا كان يستجيب الشعراء، أبو هارون المكفوف يلقي قصائد على الإمام الصادق وما إلى ذلك، كلها رثاء. وكانت أنماط ما اعترض عليه الإمام الصادق، ما اعترض عليه الإمام الرضا. هذه نماذج يعني ينبغي أن تدرس موضوعاتها وتدرس فنياتها على أساس أنها بإقرار الإمام المعصوم كعناصر رثائية موجودة. في عناصر متحولة مثل الجوانب السياسية وما إلى ذلك، في بعض الأحيان قد تطلع بعض الطوارئ في المجتمع الإسلامي. نعم. تضطرك أن أنت من أجل الدفاع عن الدين أو الدفاع عن العقيدة تطرح مثل هذا الأمر. بس أنا في وجهة نظري بأن الطرح هذا يجب أن لا يكون طرحا بعيد عن يعني الجوانب العامة، يعني لا يكون هناك فقط طرح تشخيصي فقط إلى نقطة معينة تنتهي بانتهائها. نعم. في بعض القصائد إذا اليوم ترجع إليها في طرح التسعينات والثمانية السياسية تشوفها تنطبق على واقعنا اليوم، لأن اللي طرح القضية طرحها بصورة عامة فما صارت أسيرة حقبة معينة تنتهي بانتهائها. نعم. وبالتالي يتم يعني هذا الموضوع الأساس. هناك قوالب يمكن أن نضعها إلى الموكب، كل شاعر إليه طريقته، لكن هناك أشياء نتفق عليها جميعا ينبغي أن يعني تسود في الموكب الأساس.